صباح الفل. الدلع ده كله من هنا ورايح دلع. فطار في السرير وغدا في السرير والعشاء كمان في السرير. لا بقولك انا مش متعود على الدلع ده. متعود بقى. صباح القشطه. صباح النور. انا مش متعود على الدلع ده على فكره. متعود؟ مردتش على تليفونك ليه؟ انا يبقى معايا الحلاوه دي وارد على تليفوني؟ يمكن حاجه مهمه. مفيش اهم من كده. بس انا بحب القهوه الصبح. French coffee is being made. I like French coffee. Kisses. Actually, French kisses comes first. خبر الوقت اتأخر. طيب متأخر. واحنا مش هننزل تحت ولا ايه؟ ناقص تقولي لي نروح الشغل كمان. لا النهارده شغل لا، ممكن بكره. يا سلام. حاجات. وانتي لما دخلتي هنا لقيتي حاجة ناقصة ولا ذوقي مش عاجبك؟ لا بالعكس، ذوقك عاجبني في كل حاجة. كفاية انك اخترتني، يعني ذوقك حلو. مظبوط، انا ذوقي حلو عشان اخترتك. بس انا فعلا في حاجات مهمة في البيت محدش هيعرف يجيبها غيري. بعد كم يوم، بعد كم شهر، سنة، لما تحتاجيها نبعت مريم تجي. شكلك كده مش عايز تخرج من الأوضة خالص. أنا مش هخرج من الأوضة النهاردة. الركن ده اللي احنا فيه ده مش هخرج منه خالص. أنا لو خرجت من هنا هكون تهمة إني مجنون. بس أنت مجنون. بعد امبارح اكتشفت إنك مجنون رسمي. أنا مجنون بيكي. يا ريتني قابلتك من بدري. ابتدت دلوقتي بس احب عمري، ابتدت دلوقتي اخاف للعمر يجري. شوية لخبطة بس يخلصوا. نسافر على فينيس أو برا أو أي حتة تختاريها. نعمل هانيمون. هانيمون؟ لو أنت فاكر إن أنا هكتفي بهانيمون 10 أيام وبعد كده خلاص الحياة تبقى عادي، أنا هخلي لك حياتك كلها هانيمون. ده إيه الكلام اللي يفتح النفس ده؟ وتقولي له اخرج من الأوضة، أنا مش هغادر المكان. لو ما كانتش الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. هو اللي حصل امبارح ده مش فرح، ده احلى من الفرح. فستان احمر وطرحة بيضا. وبعدين الفرح مش مهم، المهم مين العريس ومين اللي كانت جوه الفستان الاحمر. صحيح، بس انا برضه كان ممكن اعمل حاجه اجن من كده. كفايه جنان، كفايه جنان. انت لسه شفتي حاجة؟ أنا شايف إنك خلصتي فطار. بس كفاية فطار بقى. شبعان. بعدين أنا رنا الحياة بتصعب عليا، ما ينفعش نسيبها وحيدة كده. لازم نجيب لها أخ بسرعة. أمال. بس انا جيب صحي.
مريم، اهلا وسهلا. مين؟ رنا تحت؟ رنا تحت. بجد؟ استني كده، رايحة فين؟ عايزة هلبس الشبشب. تلبسي الشبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجة. هنغير وننزلك. مين اللي وحش مامي قوي؟ مين؟ مامي يا حبيبتي، كنت هموت واشوفك. كمان عشتيني قوي. عشتيني قوي قوي قوي. مبروك. بس بطل يبارك في حبيبي. ايش كنت تقولي؟ حبيبتي والله اني كمان ما كنتش اعرف. مبروك يا روحي. بس يا حبيبتي. هاي سعدو. هاي، هاو ار يو؟ ربنا يبارك فيك يا استاذ جمال. ما قلتليش بقى مين اللي قالك؟ انا اللي قلت لك. وفرحت قوي قوي لما عرفت. بقى انت كنت عارفه كل حاجه هتحصل امبارح وما قلتليش؟ لا، انا اتفاجئت اول لما جيت. انا اصله اتطلب مني ولا اتصل بيكي ولا اقول لك على اي حاجه. دي كانت اوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. صدق الفيلا دي توحشني قوي. انا كمان الفيلا توحشني قوي. يا روحي انت استني شوف اوضتك الجديده. اهلا 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 اهلا. اوبا، وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا، انا اسمي نديم بس، بالكتير بابا نديم. اوكي؟ تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نتفرج على اوضتها؟ ممكن نتفرج على اوضتها. يلا تعالي. نديم بيه؟ ايوه جمال. لحظه، كنت عايز؟ لا انا مش عايز يا جمال، قول لها ما تكلمنيش، مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول هعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده؟ ده مش معقوله ابدا، دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل؟ انا مش عارف. عايز اجازه بقى. انت عارفه اوضتي دي اول اوضه سكتها في البيت. ميرسي. اوكي، انا عايزه كيف موضوع. انت ايه حكايتك بالظبط؟ قولي لي بقى رامي، رجعي بقى وخلصيني بجد. ده انت كانت الفرحه تنط من وشك لما طردت. ايه اللي بس بس حصل؟ مش وقت دلوقتي، انت عروسه. عروسة برضو؟ ماشي يا سنجل.